هنروح دلوقتي لفقرة الكاريكاتير. أول كاريكاتير معانا النهارده للفنان عمرو فهمي عن تهديد أمريكا للدول اللي صوتت ضد قرار ترامب وهو من جريدة الأخبار. عن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ده كاريكاتير عن الحياة الجديدة. من القدس ده كاريكاتير عن الفيتو الأمريكي بشأن القدس. الشرق الأوسط ده كاريكاتير عن مفاوضات جنيف بريشة الفنان أمجد رسمي. الاتحاد الإماراتي ده كاريكاتير عن تمهيد الكيان الإسرائيلي المحتل للجماعات الإرهابية وهو بريشة الفنان شريف عرفة. الفنان عامر الزعيبي ده كاريكاتير له من على صفحات البيان الإماراتية وهو عن الخسائر الإيرانية في اليمن. عقاب ده كاريكاتير عن النظام الإيراني متعدد المواقف وهو بريشة الفنان سالم الهلالي. روزال يوسف ده كاريكاتير بريشة الفنان أحمد دياب عن حصاد عام 2017 وطبعا اللي كان كله أو معظمه توترات في العالم أو شهدها العالم، فهو رسمها في صورة كرة مشتعلة، كرة أرضية مشتعلة يعني.